ان انا اكون يعني اوري المسلسل ده لجوزي وانا بولد عشان اعيش الاحساس ده. قد ايه قد ايه الاخراج الرائع، قد ايه رجعتونا لاجمل احساس في الدنيا. والنهارده مفاجأة حلقتنا ان انا حبيت نتكلم او يكون معانا مخرج مسلسل، المخرج الجميل ابو العروسه استاذ كمال منصور. الو، ألو، مساء مساء الخير. الفل. مساء الفل يا استاذ كمال، أهلا بحضرتك. منور الدنيا كلها. وعايزه اقول لك ان انا فخوره بيكو كلكو، وانا فخوره بمخرج هذا العمل العظيم. عايزه اقول لك ان يعني انتوا بتربونا من جديد والله بجد. لا يعني العفو العفو، يا رب خليكي، ميرسي جدا. يعني ده شرف لينا ان يبقى في مشاهدين واراء زي راي حضرتك في الموضوع، في المسلسل ابو العروسه. لا بجد انت عملت عمل عظيم. انا عايزه اقول لك ان ولادنا بيتفرجوا عليه، ويعني ابني شاف مشهد الولاده ده وشاف الزوج وهو واقف مع مراته. واحنا كنا بنشوف المشاهد دي بصراحه يا استاذ كمال بره، يعني احنا متعودين ايوه نشوف الزوج في اوضه الولاده ده في اوروبا مثلا، في امريكا، يعني في البلاد الغربيه. انما ان حضرتك تجيب لنا القيمه دي، وان زوج ماسك ايد مراته وهي بتولد ويديها المشاعر دي وتوصفه بالإحساس ده، حضرتك إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ بجد أنا مش عارفة أتكلم. والله بص حضرتك، احنا يعني الايمج بتاع المسلسل او الهدف من المسلسل برضو ان احنا نوصل عادات ممكن ما تبقاش موجوده، قيم المفروض ان احنا بننادي انها تكون موجوده في المجتمع. ممكن تكون في بعض الحاجات مش موجوده، يعني حنيه الاب، طبعا في ناس كتير مفتقده حنيه الاب. دفى العيله ازاي زوج يكون مع زوجته في المستشفى ويبقى حنين عليها الله وهي عليك. بتولد، احساسه بالبيبي بتاعه، فده برضو مهم. النهارده برضو حلقه الاسبوع، ازاي الترابط بتاع كل الاصحاب بما فيهم الحما والاسره المسيحيه انها تكون موجوده في وسط السبوع وكلهم بيحتفلوا بمولود هي البطل. بجد ده انت يا استاذ كمال، ده انت حببتني في سن المعاش. ده بجد والله العظيم. لا انا لا لما شفت استاذ سيد رجب فنان الجميل ولحظه ما وصل لسن ال60، انا اتمنيت ان انا اوصل لسن ال60 والناس اللي حواليا يعملوا. يعني انت خليت سن المعاش لا حاجه ولسه جميله قوي. لا ولسه احنا بنقول ان الحياة ما بتنتهيش عند المعاش، وده هنشوفه في الحلقات اللي جاية. واعتقد ان الناس هتستمتع مع عبد الحميد، ان هو الموضوع ما حصلوش فراغ، لا الراجل هيبقى متواجد في الحياة برضو، يعني وهيبقى في دفع على اسرته اكتر من المكان الاول. ولا الجميله الجميله اللي انا بعشقها استاذه سوسن بدر. عايزه اقول لك ان انا بدخل على صفحتها كل يوم لازم اسمع. هي يعني انا اكتشفت انها كاتبه عظيمه على فكره، يعني بصرف النظر بصي انها ممثله قديره كاتبه بجد. انا عشان يعني انا اصلا كاتبه صحفيه استاذه فبقرا سوسن، كلامها. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ اولا انا بتشرف ان الاستاذه سوسن معايا في المسلسل، وما طبعا كنتش احلم ان الاستاذه سوسن النجمه الكبيره انها تكون موجوده في مسلسلي، بس هي قيمه وقامه عامله ثقه للمسلسل. طبعا هي وكل النجوم اللي موجودين معايا في المسلسل لا يقل حد اهميه. الحمد لله هم احنا في المسلسل كلنا اسره واحده، والاستاذ سيد ومدام سوسن محتضنين كل ابطال العمل، باين فواخدين الحدوته وطالعين، ودي والنتيجه باينه للمشاهد على الشاشه، والنتيجه باينه من حب الناس للمسلسل. احنا مصدقينهم يا استاذ كمال. عايزه اقول لك ان انا خلاص الحمد انا لله. مصدقه ان دي اسره وان انا كل يوم لازم اتابعها قد كده. استاذه سوسن بدري مديه نموذج للزوجه العاقله الجميله الحنينه قد كده. شوف سمحه جوز بنتها قالت له في واحده ايوه تزعل من ابنها. ايه ايوه الكلام الطيب الجميل ده؟ ايه ده؟ والله بصي حضرتك، برضو انا يعني ممكن انتهز الفرصه واقول احنا معانا كاتب متميز اسمه هاني كمال، صح. معانا انتاج متميز، طبعا قناه دي ام سي على راس الحكايه، والمعايا الاستاذه المنتجين الاستاذه منى قطب والاستاذ ابراهيم حموده، اللي هم لم يدخلوا على العمل باي واضح. اماكن تصوير، اي انتاج متميز للحدوته عشان تطلع الصوره بالكواليتي ده اللي الجمهور شايفه ده. يا استاذ كمال ده انا بشكر الانتاج على تقطيع الحلقات على اليوتيوب. عايز اقول لك ان تقطيع الحلقات ده عامل شغل في السوشيال ميديا فظيع. ان ازاي لو جوزك مش عارفه عمل ايه تعملي ايه ويجيبوا لقطه فيديو من المسلسل بتاعك. لو والله جوزك كان فين وانتي بتولدي، انتوا عمالين تطلعوا القيم. احنا الحمد لله لسه ما زلنا بنصور في المسلسل،
بس انا مش عايز اقول لك ما تتخيليش ان احنا مبسوطين قد ايه من المقاطع اللي انت بتتكلمي حضرتك عليها دي، انها عامله قيم عند الناس وواخده مع الناس، وبدات تاثر في الناس بجد، وبدات تغير في سلوكيات بعض الناس. فدي احنا عشان حاجه مبسوطين يعني انا ما كنتش احلم بيها انها تحصل نتيجه مسلسلنا اللي احنا عاملينه. والله يا استاذ كمال، انتوا ساعدتوا كل الاسر ان تربي ولادها بطريق غير مباشر بعد كميه الفن الهزلي اللي احنا كنا بنشوفه، ان بعد ما علمنا اولادنا العنف والصراعات والخناقات والمشاكل والحاجات الهزليه والالفاظ. بص حضرتك، اتفضل. بص حضرتك، انا اللي شايفه ان ما حدش بيخلي الجمهور اللي قاعد قدام التلفزيون يدوس على الزرار يتفرج. الفن اللي بيبقى هادف بتلاقي الجمهور ان هو رايح له لوحده، بدليل ابو العروس اهو، ما فيش اسره غير كل الاسره مكتمله قاعده قدام المسلسل، سواء بيبي سواء صغير سواء جد سواء اب. التجميعه دي خلت الناس ممكن تسيب الموبايل وتسيب السوشيال ميديا اللي قاعدين بقى فيه انعزال تام عن بعضهم، يتجمعوا قدام مسلسل عشان يسمعوا ويشوفوا مسلسل فيه حاجه هادفه. ده معناه ان هو الجمهور هو اللي بينقي، صح، وهو اللي بيختار هيتفرج على ايه. فما ده نقدرش حقيقي. نقول الذوق ايه، اكيد في عمل هادف، في عمل في اكشن، في عمل في عنف، ايا كان، بس في الاخر انت اللي بتنقي هتتفرج على ايه. انتوا اجبرتونا يا استاذ كمال بجد ان اه ده احنا حقيقي، ده نقعد حقيقي، قد انتوا ونتمنى ان احنا اجبرتونا، لان نكبركم الحمد لله. بجد وان شاء الله ان شاء الله هيقعدوا الجمهور، هنكبرنا هنكبره ان هو يقعد للحلقة ال120. ارجوك ارجوك اعمل لنا جزء ثالث لا ورابع وخامس، احنا عايزين نعيش بقى حياة الاحفاد واحفاد الاحفاد، بجد ربنا يدينا العمر كلنا ونشوف ان حاجة شاء الله جميلة. انا مش قادرة اقول لك انا سعيدة قد ايه باتصال حضرتك، وان انا بشكركم كلكم، وان شاء الله يعني